مفاهيم مجتمعية وقيود غير منطقية حطمتها فتيات عديدات بالتوجه للعديد من المجالات، وخاصة في المجال الرياضي، بممارسة منافسات قوية وتحقيق انتصارات وإنجازات غير مسبوقة. وحديث اليوم عن رياضة الباركور وتجربة غير مألوفة في مجتمعات الشرق الأوسط، إلا أن الفتيات حطمن القيود لإثبات أنفسهن في رياضة الباركور العنيفة. وبعيدا عن أنها رياضة عنيفة، فإنها تحتاج إلى قلب جريء وشجاعة بالغة، وهو ما لا يتوفر عند الإناث بنسبة كبيرة، إلا أن بعضهن تغلبن على المخاوف بممارسة رياضة تعتمد على العدو السريع والقفز المستمر والانتقال بين الأماكن والأسوار المرتفعة بسرعة فائقة دون خوف أو الالتفات للإصابات التي قد يتعرضن لها، لتعلن الفتيات قدرتهن ببراعة في ممارسة رياضة الباركور. الفتيات يقهرن الخوف ويحطمن القيود. احنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن رياضة تعتبر من الرياضات الصعبة والخطيرة وإلى حد كبير غير مألوفة إلى يومنا هذا، هي رياضة الباركور، وطبعا رياضة فيها مخاطر كتيرة. فلما تلاقي كمان ان بنات وصغيرات السن بيمارسوها، لازم نعرف منهم بقى يعني بناء على ايه اختاروا الرياضه دي، وايه الانعكاسات الايجابيه للرياضه دي على اللي بيمارسوها. احنا منورنا في الاستوديو اثنين من لاعبات الباركور، دعاء درويش وهند اسامه، منورين الدنيا. صباح الفل عليكم. صباح الخير. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تمام. تعالوا نبتدي الاول من الدراسه، انتوا بتدرسوا ايه في سنه كام؟ انا بدرس في معهد عالي خدمه اجتماعيه. شكلك اصغر من كده كمان، شكلك ثانوي على فكره. لا مش قوي. ميزه والله كويس. ودعاء انا جوري انجلش ثانوي. طيب اخترتوا الرياضه دي بناء على ايه؟ ايه اكتر حاجه كانت عنصر جذب بالنسبه لكم؟ هو كان بيبقى اكتر حاجه ان انت عايز تطلع الطاقه اللي جواك، وان انت اللعبه بتاعتك حره، بتتحرك براحتك، ما بقاش في حاجه مقيداك. زي ما بيقولوا احنا لعبتنا لعبه حره، ف اكتر حاجه بنبقى مركزين عليها ان كل واحد بيطلع الاسترس اللي جواه في اللعبه بتاعته، يعني كل واحد بينقي اللعبه على الاساس اللي هو عايز يطلع فيها باوره. اوكي. فكان ده الاساس بتاعي يعني. ده بس ده مش باور عادي، ده اللهم صل على النبي. الواحد كمان بيتفرج، كمان انت عارف على اليوتيوب بيبقى فيه فيديوهات كتير للاعيبه الباركور، يعني في اوروبا يمكن اكتر وفي امريكا، لا في مخاطر كبيره جدا يعني، وعملية القفز من المرتفعات. بالمناسبة انت بتعملوا كده ولا دي مراحل جاية لسه؟ هي دي احنا بنعمل بس يعني على المسافات اللي احنا مدربين عليها. وحتى الحاجات اللي احنا لما هنطلع اوت دور او كده، بس يعني لازم نكون عملنا الموضوع كذا مرة في التمرين او كده، نبقى مجهزين، لازم نبقى واخدين الثقة يعني. بس فنطلع هناك خلاص اخدنا الثقة. الموضوع بيفرق شوية ان هو اوت دور او كده، بس يعني برضو مش هنبتدي برضو من مسافات عالية يعني. أكيد. لازم على المسافة اللي احنا مدربين عليها يعني. طب هل في حد مثلا من الوالد الوالدة كانوا قال؟ بص ضحكت على طول، يعني هي فهمت انا هتكلم عليها. اكيد اكيد. اصل هي يعني انت لو حطيتي نفسك مكانهم الموضوع مقلق. هو لا خالص. انا اشرحي لنا لا ليه. يعني مثلا هو بابا في الاول كان مش مقتنع، بس لما يعني قلت له انت لو انت في مقتنع ولا خايف عليك؟ لا هو مش موضوع خايف، هو كيكي عارف ان انا يعني ان انا هايبر اكتف من وانا صغيره، اللي هو انا كنت بعمل مصايب اكتر من كده يعني. لا بجد يعني كان ساعتها يعني قلت له انت لو الباركور كان على ايامك انت كنت هتخش فيه، فيعني انا كيكي داخله موضوع من عنده يعني. لكن ماما عادي، مره وقعت على رقبتي رجعت قلت لها، قالت لي طب خدي بالك بس يعني، بس وبتقعد تضحك عليا اصلا بتتريق عليا. ده انت واضح ان انت كنت بتوقعهم من صغرك فعلا. عادي. متعودين يعني. طب انت في حالتك ايه اللي حصل؟ هو مامتي ما كانتش راضيه الاول، انه حاجه مش تقليديه، مش زي كل الناس العبي اي حاجه تانية، عندك سله، عندك كوره. عندك سباحه، في اللعب العاديه اللي كل الناس دلوقتي بتلعبها. بس الباركور مش حاجه منتشره قوي، او مش زي ما باقي الرياضات موجوده كله بيلعبها. فانا كان عندي برضو حته انه انا عايزه اكتشف ايه ده، اللعبه دي بتتلعب ازاي، بتعملوا ايه، طب ايه اللي بيحصل عشان تبقوا فجاه عندكم القدره ان انتوا تنطوا المسافات دي كلها. ولقيتي ايه بقى لما دخلتي المجال ده؟ هو الاول ما بيبقاش الموضوع من اوله ان انت بتعمل كل الحركات، بس بتبداها واحده واحده، لان احنا بناخد كل حركه بنبداها من الصفر لحد ما بنوصل ان احنا بنجيبها بمسافات بعلو اكتر من العادي. فما فيش حاجه بتيجي فجاه، احنا بنبداها واحده واحده زي ما بنبدا اي حاجه من الالف
ليه احنا اي حاجه او اي حركه بنيجي ندخلها لازم نبداها في الاول كده، اللي هو تتعلم ازاي الاول تقف، تقع، تتحرك، تجري لحد ما توصل للحركه. طيب متطلبات الرياضه دي يعني لما يكون يعني ابني او بنتي عندهم مواصفات معينه تصلح للرياضه دي، ايه هي بقى المواصفات دي؟ هو احنا اللعبه بتاعتنا ما بتبقاش واقفه على مواصفات معينه، يعني ما ينفعش اجي احط ابلكيشن لاي حد عايز يتعلم باركور ان انت يبقى عندك كذا وكذا وكذا، بس لازم يبقى في حد ادنى مثلا من كبدني الوزن يعني. مثلا الليونه النوع ده من ايوه دي بتفرق، بس يعني اعتقد ان هو مثلا لو طفل من 10 سنين او كده هو هيكون كده كده لسه جسمه بيتكون كده تمام، يعني مش يعني بالعكس هو يكتسب الليونه دي، لكن يعني مش محتاجه حاجات غير مثلا الجرأة. واعتقد الاطفال هم صغيرين مثلا، بالنسبه لي انا كنت وانا صغير واضح ان انت كنت عامله مصايب فعلا بجد يعني. لكن مش شايفه ان هي محتاجه غير مثلا هي جرأة وبدني كده هو هيكتسبه. هي مش بتبقى واقفه على سن معين، بس هي اغلب الموضوع اللي بيجي لنا بيبقى يقول لنا طب انا مش بلعب رياضه قوي، طب انا جسمي مليان، طب انا وزني زايد، طب انا عندي مشكله في مثلا في العضل، في الاوتار، في الكلام ده. الموضوع بالنسبه لنا احنا بناخده واحده واحده، ما فيش حاجه بناخدها خط مره واحده. فانت واحده واحده بنشتغل معاك كانك بتعمل علاج طبيعي، انت بتبدا واحده واحده، ما بتجيش مره تقول له لا امشي، لا احنا بناخدها بالراحه. طب انتوا يعني الباركور الرياضه دي هل انتوا داخلينها من منطلق ان ده هدف في حد ذاته عايزين تحققوه، ولا قد يكون بوابه لرياضه تانية بتعتمد على اللي انتوا اكتسبتوه في رياضه الباركور من عينه الرشاقه، الليونه، المرونه، قدره على القفز من مسافات، يعني ممكن دي تكون مدخل مثلا سي مثلا للجمباز، ولا مش بالضروره؟ هي مش جمباز قوي، بس هي يعتبر فيها نفس فكره المرونه اللي احنا بنلعب عليها. بس ان اللي بيدخل يلعب باركور مش بيدخل يلعب علشان يبقى بيوصل للعبه تانية. أوكي. انا بلعب باركور علشان انا حابب اللعب ده، حابب القفز الحر بتاعي، مش متقيد برول معينه او مش متقيد بشكل معين. كل حركه ليها ستايل، وكل تيم ليه ستايل، وكل واحد ليه الستايل بتاعه. ما بنبقاش متقيدين بان انا لازم اعملها زي ما قال الكتاب. احنا لعبتنا لعبه حره، فما فيش حته ان احنا نبقى داخلين علشان عايزين نوصل للعبه كذا، لا احنا بنوصل لحركات كذا، لمسافات كذا، لعلو كذا، ده التارجت بتاعنا. بمناسبه العلو، هل دخلت بقى في مرحله القفز من ارتفاعات كبيره، ولا لسه يعني في الطريق لده؟ يعني شويه يعني اعلى حاجه مسافه تقريبا من الدور يعني مش عارفه اللي هو دور يعتبر دور او يعني المسافه دي مثلا يعني دور يعتبر 2 متر 3 متر كده برضو. عايزه او اكتر شويه، عايزه جرأة وعايزه قلب جامد وعايزه حاجات كتير، مش اي حد يعني. بس ممتاز يعني، بس بند المرتفعات ده لوحده ممكن يبقى عائق عند ناس كتير على فكره. هي بتبقى في الاول كده، بس لما هتجرب وهتلاقي نفسك. احنا علشان نعلم اللي قدامنا نوري له ازاي الاول يقع، نوري له ان هو لما يقع انت هتقع بالشكل الفلاني، مش هيحصل لك حاجه. وكده كده احنا بنبقى في اول التمرين مأمنين ان انت لازم في حاجه بتأمنك في مراتب، لما تقع عليها على الاقل وقعتك هتبقى خفيفه على جسمك، مش هتأثر في. طب ده في التمرين، لكن في الممارسه بقى الحقيقيه هل بيبقى في برضه عناصر امان، ولا بيكون الاعتماد على ان ربنا معاك وخلاص؟ لا اوقات بيكون في امان ماشي، بس لحد ما تاخد الثقه يعني. لو مش اي حد مؤهل ان هو يطلع يلعب او الدور على الحاجز الحي قدامه، انت لازم الاول تبقى متعلم مره 2 3، مجرب مره 2 3، تخش لوحدك جبت الحركه، تعال نجرب على الحواجز الحقيقيه. هتشوف الحواجز الحقيقيه تحس نفسك ضعيف شويه، مش هتجيب، هتخاف، ده طبيعي ومنطقي لاي بني ادم. السفنج مش زي الحجر اكيد، فبيبقى فيه المدرب بتاعه جنبه، بيبقى فيه عنصر الامان ان انا ببقى عارف ازاي هسندك، عارف وقعتك هتبقى منين، فهعرف ازاي الحقك، لكن مش هسيبك. برضه بما انك قلتي كلمه مدرب، فاحنا معانا بالفعل على التليفون كابتن محمد عمران، مدرب الباركور. كابتن محمد صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور يا استاذ كريم، ازي حضرتك؟ يا رب يخليك، انا تمام الحمد لله، سعيد بوجودك. يا رب دايما بخير. انا سعيد النهارده لثاني مره اطلع على قناه الاهلي مع حضرتك، فده شرف كبير ليا جدا. شرف لينا احنا ووجود حضرتك معانا يسعدنا، وان شاء الله تنورنا بقى انت شخصيا، ما تبقاش بس مداخلات تليفونيه الفتره الجايه. ان شاء الله يا فندم اكون تحت امر حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك يعني مبدئيا كده، حجم انتشار هذه الرياضه في مصر وصل لفين مؤخرا؟ تتكلم معلش الصوت مش واضح؟ انا كنت بسال حضرتك حجم انتشار الرياضه دي في مصر مؤخرا وصل لحد فين؟ هو طبعا الرياضه خدت يعني كذا عام بتنتشر عن
حضرتك يعرفها الكبير يعرفها الصغير. الرياضه بقت تتمارس في كل مكان في العالم، يعني رياضه الباركور انتشرت بشكل كبير جدا، وكثير مننا اتعرف عليها من خلال فيديوهات موجوده على اليوتيوب، ولكن انا بكلم حضرتك على صعيد الممارسه بقى بشكل احترافي، يعني على صعيد مصر وصلنا لفين؟ بشكل طبعا اختلف، لان كل ما زاد حجم الانتشار كل ما زادت معرفه الناس بيها، كل ما كان الممارس عنده طموح ان انا عايز اوصل لمستوى وليفل اعلى زي اللي انا بشوفه بره ويمكن احسن كمان. فطبعا يعني الحجم ده بقى منتشر كبير جدا، لان بنشوف النهارده شباب وبنشوف بنات النهارده بيعملوا اداء للحركات بشكل كبير جدا، بيطلعوا حواجز على الشارع بره بيأدوا احسن اداء وافضل اداء عندهم، لان طموح كل واحد انه يوصل لاعلى حاجه. صحيح صحيح. طب احنا برضو فين من المستويات المتقدمه قوي اللي بنشوف لها فيديوهات على اليوتيوب، ناس بتقفز مسافات طويله جدا ومن ارتفاعات كبيره، عندنا ناس وصلت للمرحله دي او للمستوى ده يا كابتن محمد؟ طبعا في مستويات زي كده موجوده، وكابتن هند وكابتن دعاء يعني ما شاء الله من الناس الكويسه جدا اللي ادت حاجات زي كده كرياضه نسائيه للباركور. اوكي. فموجود طبعا معانا ناس عناصر زيهم ما شاء الله كويسين برضه، بيقدروا يعملوا الحاجات دي، بيقدروا يجيبوا الحاجات دي بكل ثقه من غير خوف، منتهى الشجاعه والجرأه، ان انا اطلع على الحاجه النهارده في الشارع، اقدر انط من ارتفاع، اقدر اعمل سلبس في الهواء من غير خوف، من غير ما ابقى قلقان ان انا ممكن احصل لي حاجه. اوكي. طبعا دي بقدر التدريب وبقدر الممارسه. جميل. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر كابتن محمد عمران مدرب الباركور، وسمعتوا بنفسكم الاشاده اهو، يعني حاجه عظيمه جدا. بالمناسبه الرياضه دي ليها اتحاد ولا هي تابعه لاتحاد تاني لرياضه اخرى؟ هو للاسف في مصر ما فيش لينا اتحاد، وكذا مره كان معظم لعيبه الباركور كانوا بيطالبوا بحاجات زي كده، بحيث ان احنا يبقى لنا نادي مختص، لنا حاجه زي لعيبه السله، زي لعيبه كره القدم. واكيد وجود اتحاد هيساعد على انتشار الرياضه بشكل كبير. هو في حاجات بتدعم الباركور كده كده يعني في العالم كله، يعني ريد بول مثلا بتعمل مسابقات ارت اوف موشن والحاجات دي، كل سنه بتختار لعيبه من حي يعني العالم. بيعملوا لنا ايفنتات بس ما بيبقاش في حاجه خاصه بتاعتنا حكوميه معروفه، يعني مش زي بلاد بره، على بلاد بره متقدمه مدركه يعني حجم اللعبه، حاجه موجوده وناس كتير بتلعبها. طب حتى بعيدا عن وجود اتحاد من عدمه، هل في بطولات للباركور في مصر؟ مش بطولات، بس هي مسابقات يعني. بالظبط. يعني اوكي. بتبقى اغلبها ايفنتات بتتعمل، لان كل واحد يجي يعرض الحركات بتاعته بالستايل بتاعه بالمسافه بتاعته، كل واحد بيجي يظهر حجم اللعبه بتاعته بالنسبه له بتبقى ايه، او بتمثل بالنسبه له ايه في اللعب اللي هو بيلعبه، او بعدد سنواته بقى، بعدد المسافات اللي هو بيخشها، الكلام ده كله. عموما انتوا نورتونا النهارده، وسعداء جدا بيكم، وانتوا نموذج جميل للفتاه المصريه الرياضيه اللي حتى بتمارس رياضه الى حد كبير مختلفه كتير عن المعتاد. نورتوني هند ودعاء، وان شاء الله تشوفكم على خير قريب باذن الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده، ان شاء الله يوم الاحد الجاي قبل دلوقتي بساعتين، يعني من 10 ل 12 يتجدد اللقاء، وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. هابي ويكند ونشوفكم على خير. اتفضلوا.